رب المشرقين ورب المغربين. سورة القمر، لأي سبب نزلت؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبب نزول قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت القمر منشقا شقين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فقال المشركون: سحر القمر، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في سبب نزول هذه الآية الكريمة: سأل أهل مكة، أي مشركو قريش، النبي صلى الله عليه وسلم آية، أي معجزة ودليلا على صدقه فيما جاء به، فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله تعالى: سحر مستمر، رواه الترمذي.